السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نتعرفوا على جميع المعطيات والتفاصيل تاع سكودا كاروك. اول ظهور ديالها كان في 2017. سكودا شركه تشيكيه كتنتمي للمجموعه تاع الفولكسفاجن. سكودا كاروك اول ظهور ديالها في 2017 كتنتمي للفئه تاع الكومباكت كروس اوفر اس يو في. هاد السياره هذه بامكانك تقارنها مع السيات اتيكا، كذلك مع التيروك في الفولكسفاجن. عندهم نفس البلاتفورم، نفس الموتوريزاسيون، تقريبا نفس لي ديمونسيون. سكودا كاروك المونتاج ديالها كاين في تشيك، كاين في المانيا، كاين في سلوفاكيا، كاين في روسيا، وكاين في تشاينا. سكودا كاروك في المغرب الخوت كتخرج بربعه تاع لي فيرسيون. المهم راه الكاروك البروميير جينيراسيون الفيس ليفت تاع 2022، كاين فيها لونطري دو غام لومبيسيون، ولي زايده عليها سميتها ستيل، ولي زايده على ستيل سميتها الاديسيون سبيسيال، ولا عامره سميتها سبورت لاين. موتوريزاسيون ديالها راه تاع 2 لتر تي دي اي 143 تلخيل، كتجيب واط فيتيس تي اس جي. غنشوفوا هادشي جميعا بالتفصيل وجميع لي زوبسيون والاسمنه ديالهم. كتبدا تقريبا من 34 مليون كتوصل حتى 43 مليون ونص. المهم اجي نشوفوا لي زوبسيون. سكودا كاروك من القدام ديالها كتجي اليماج فول ليد، كالوندر ديالها كتجي كرومي، البارشوك ديالها كيجي مفتوح باش تدخل التهويه للموتوريزاسيون ديالها. فيها لي فارون تيبويه، عندك لي فيتر ديالها داير عليهم الباك كروم، عندك الباك دو توا، لي روتروفيزور رابطابل الكتريك فيهم سيل ليمينوز، لي جون تاع 17 الياج. اما من الخلف ديالها سكودا كاروك الخوت فيها ما يكفي من المواصفات اللي تخليك تختارها، لي رادار من القدام ومن اللور، كاميرا دريكول، الاضاءه الخلفيه كتجي فول ليد، كذلك المونوغرام تاع سكودا كاروك. الكوفر ديالها كيهز 520 اترو، عندك قابليه باش تزيد في المساحه التخزين توصل حتى ل 1500 اترو. سكودا كاروك كتنتمي للفئه تاع الكومباكت كروس اوفر اس يو في. هاد السياره هادي كتخرج بخمسه البيبان، الوزن ديالها 1516 كيلوغرام، فالطول ديالها 4 متر و 390 مليمتر، والعرض ديالها متر و 850 مليمتر، والعلو ديالها متر و 600 مليمتر. فهاد السياره هادي الريزيرفوار ديالها كيهز 55 لتر، والفوليوم تاع الكوفر ديالها كيوصل حتى ل 520 لتر. الطوموبيله من الداخل ديالها عندك البواني كرومي، لي فيتر الكتريك، سيستيم سونوريزاسيون، كيجي سيستيم اوديو بوليرو مع 8 تاع لي هوت بارلور. لي سياج ديالها كيجيو فونكسيون ميموار، تيجيو اون كوير، كذلك عندك فونكسيون لومبير. الكونسول سنترال ديالها بواط فيتاس اوتوماتيك سيكونسيال 6 تاع لي رابور، عندك كذلك مساحه تخزين، كذلك تطعيمات بالكروم. اكو دوا سنترال كيجي اون كوير في مساحه تخزين اضافيه زائد كوب هولدر. الكليماتيزاسيون ديالها كتجي 3 زون، كذلك عندك ايكرون تاكتيل 9.2 بوس كومباتيبل مع الاندرويد الابل كار بلاي. فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون اللي كتخليك تعرف مجموعه من المعلومات على السياره وتسوقها بواحد الاريحيه كبيره. كذلك لي مود درايف نورمال انديفيديوال سبور ايكونوميك، هذا ما شاء الله كامل متجدر في هذه السياره هذه اللي كتنتمي للجروب تاع الفولكسفاجن. فاكيد تيلعبوا على السمعه وكيلعبوا على يكبروا البوتونسييل ديالهم في مجموعه من الاسواق. الفولون ديالها كيجي اون كوير، ريغيلاتور ليميتور دو فيتيس، كيجي 3 برونش في البيانو بلاك، كذلك كيجي ريغلاج اوتور بروفوندور، زائد كوكبيت ديجيتال، وعندك سيستيم دو نافيغاسيون جي بي اس تاع المغرب. فما شاء الله هاد السياره هذه فيها ما يكفي من لي زوبسيون اللي غادي تخليك تختارها وتخليك تحير بين سيات اتيكا ولا الفولكسفاجن تيروك او المجموعه الاخرى تاع نيسان كاشكاي، او على حسب البري ديالك. من الخلف ديالها عندك لي بونكيت اغيير كيجيو اون كوير، فيهم الايزوفيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع سلامه الاطفال، وعندك كذلك هذا الاكو دو سونترال اللي تيخليك الا بغيتي تشوف تحل عندك لاكسي للكوفر ديالك. كليماتيزاسيون اوتوماتيك 3 زون، عندك بريز تاع 12 فولت. فهذا ما شاء الله هاد السياره هادي من حيث لي ديمونسيون، من حيث الموتوريزاسيون لي زوبسيون، فهذا الشيء واعر. اجيو نشوفو الموتوريزاسيون ديالها. سكودا كاروك الخوت كتجي موتوريزاسيون 2 لتر تي دي اي 143 شوفو دي اس جي، موتور ديالها ديزل، كتجي ب 4 تاع لي سيلندر، الفوليوم تاع لي سيلندري ديالها 1968 سنتيمتر كوب، البويسونس فيسكال 8 تلخيل، لا شوفودين ديالها 143 تلخيل اللي كيديفلوبي 320 نيوتن متر، البواد فيتاس اوتوماتيك سيكونسيال 6 تاع لي رابور، الكونسوماسيون ديالها ميكست 5.3 لتر في كل 100 كيلومتر. كذلك السرعه القصوى ديالها من 0 حتى 100 كديرها في 10 سكوند فاصلة 8. المهم السرعه القصوى ديالها خلاص كتوصل حتى 188 كيلومتر في الساعه.